السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من لقاءات دورة الوداد في النحو العربي، المحاضرة 45 والأخيرة من هذه الدورة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن يأجرنا جميعا وأن يتقبلها منا آمين. طيب، اليوم إن شاء الله سننتهي من باب الخفض بإذن الله تعالى. طيب، نقول عنه الخفض أو الجر. جيد، الخفض أو الجر. طيب، الخفض من يقول بالخفض ومن يقول بالجر؟ هو نفس الاسم فقط، يعني هو الاسم مختلف لكن نفس المحتوى. الجر هو نفس الخفض لكن نفس المحتوى، لكن اللفظ أو الاسم مختلف. الكوفيون يقولون بالخفض أو يقولون أن اسمه خفض، والبصريون يقولون الجر. جيد، الكوفيون يقولون الخفض، البصريون يقولون ماذا؟ يقولون الجر. جيد؟ طيب، هل الصوت واضح والصورة واضحة؟ طيب، إذن لن نختلف عن الاسم إذا قلنا الخفض أو قلنا الجر، لا بأس فيها. جيد؟ طيب، ما هو الخفض؟ الخفض هو حالة إعرابية، حالة إعرابية، لأننا نعرف أن الحالات الإعرابية كم حالة؟ أربع حالات. جيد؟ الرفع، النصب، والجزم، والخفض، أليس كذلك؟ انتهينا من الرفع والنصب وجزم الفعل المضارع، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الخفض. الخفض ينقسم إلى حالة إعرابية نقول تسبب الجر في الكلمة. طبعا هذا ليس تعريفا علميا يعني. جميل؟ طيب، ما هي أسباب الجر أو أسباب الخفض؟ جيد؟ أسبابه ثلاثة أو أربعة. ثلاثة أو ماذا؟ أو أربعة. يعني إيه ثلاثة أو أربعة؟ يعني ثلاثة أشياء في اللغة تسبب ماذا؟ تسبب الجر أو الخفض، أو في بعض الآراء أنها أربعة أسباب. جميل؟ طيب، السبب الأول الجر بالحرف. جيد؟ الجر بالحرف. جيد؟ الجر بالإضافة، وهنا الجر بماذا؟ بالتبعية. الجر بالحرف، الجر بالإضافة، الجر بالتبعية، وهذه متفق عليها في اللغة. استقرا العلماء اللغة فوجدوا أنه هناك ثلاثة أسباب للجر، وهي الحرف، أن تكون الكلمة مجرورة بالحرف، كأن نقول مثلا أنا في الدرس، في الدرس. جيد؟ في الدرس. كلمة الدرس طبعا عندما نضعها في جملة يعني. جيد؟ هل الصورة واضحة أم لا؟ الصورة لديكم واضحة؟ طيب، الأستاذة التي تقول لا يوجد صورة ممكن تحرك الشاشة، ستظهر إن شاء الله. طيب، بالحرف كأن نقول مثلا أنا في الدرس،
جيد؟ أو بالإضافة كأن نقول كتاب الطالب جيد، فكلمة الطالب هنا مجرورة بالإضافة، هنا مجرورة بحرف الجر، جميل، هنا مجرورة بالإضافة. أو أن نقول مثلا قرأت في كتاب نافع، فكلمة نافع هذه مجرورة بالتبعية، بالتبعية لأنها ماذا؟ نعت لكلمة كتاب. إذن هذه ثلاثة أسباب للجر أو للخفض: الحرف، الجر بالحرف، الجر بالإضافة، والجر بالتبعية. طيب، النوع الرابع أو السبب الرابع من أسباب الجر، يعني قال به بعض العلماء لكن الجمهور على أنها ثلاثة أسباب: السبب الرابع وهو الجر بالمجاور. جيد، الجر بماذا؟ بالمجاور. نتكلم عن الجر بالمجاورة قليلا ثم نعود إلى الأسباب الأخرى. جيد، طيب، الجر بالمجاورة يعني إيه الجر بالمجاورة؟ خلاص التعريف بالنسبة لنا، الجر بالحرف معروف، بالإضافة سنتكلم عنه وبالتبعية درسناه قبل ذلك سنعود إليها، لكن الآن نتحدث عن الجر بالمجاورة. ربما هناك بعض الزملاء يسمع أول مرة عن هذا المصطلح، ما معنى الجر بالمجاورة؟ طيب، قال العرب قديما هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب. طيب الزملاء الأفاضل، كلمة خرب، لأننا سنتكلم بالكلام العادي الذي نعرفه، كلمة خرب سنقولها خرب أم خرب أم خربا؟ ما رأيكم في كلمة خرب؟ كلمة خرب ستكون مرفوعة أم مجرورة أم منصوبة؟ نعت مرفوع، نعت لكلمة ماذا؟ جح، أليس كذلك؟ طيب بقية الزملاء، طيب خرب مضاف لي، مضاف لي، هي كلمة خرب دي هتكون وصف للجحر أم للضب؟ احنا عارفين الضب ده حيوان، كلمة خرب الجحر هو الخرب أم الضب؟ الجحر. إذا كان ينبغي أن نقول هذا جحر ضب خرب، صحيح، لكنها وردت عن العربي خرب، تمام، وردت عن العربي ماذا؟ هذا جحر ضب خرب. طيب هل الضب يوصف بأنه خرب؟ لا، لكنهم قالوا أن هذا من قبيل الجر على المجاورة، يعني أن كلمة خرب جاورت كلمة ضب فأخذت حكمها الإعرابي، لكنها تصف الجح، خلاص نتفق أنها تصف ماذا؟ الجح، لكنها أخذت الحكم ما يجاورها إعرابيا. قالوا يعني بشروط سيبويه، قال أنها بثلاثة شروط: أن تكون مثلها في العدد وفي التذكير والتأنيث وفي ترتيب الحروف وعدد الحروف، جميل، فهذه ثلاثة وهذه ثلاثة، هذه مذكرة وهذه مذكرة، خلاص. طيب بعض العلماء قالوا أن هذا موجود في اللغة، واستدلوا ببعض القراءات أو بعض الآيات القرآنية التي وردت في القرآن الكريم. طيب منه مثلا قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، جيد، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يقولون أن القتال جرت بمجاورة ماذا؟ الحرام،
جيد، لكنها بدل منه. فالكلام فيه كلام، حتى فيه قراءة شاذة، قالوا أنها وردت، هي شاذة طبعا، وردت عن حمزة في قوله تعالى: ووعدناكم جانب الطور الأيمن، قالوا أنها أيضا وردت بالجر. لكن أغلب العلماء يقولون أن هذا لم يرد عن العرب، وأن هذا الكلام مؤول. هذا الكلام ماذا؟ مؤول. فكلمة خرب، جيد، نعت، جيد، نعت سببي أصله هذا جحر ضب خرب جحره. هل نتذكر النعت السببي أم لا؟ نتذكر النعت السببي. فقالوا إن هذا تأويل من التأويلات التي وردت على هذا السبب من أسباب الجر، لن نريد أن نستفيض في هذا، جيد، لكن لتعلموا أنه هناك ما يقال أو ما يقولونه بأن هناك في اللغة العربية ما يسمى بالجر على المجاورة، أي أن الكلمة تأخذ حكم ما يجاورها إعرابيا في الجر بالأخص، جيد. حتى أن بعض النحاة ردوا على ذلك وقالوا إنه ورد عن العرب أنهم يقولون هذان جحر ضب خربان وليس خريبين. هذه كلها ردود، وأبو جعفر النحاس وحيان وسيبوي يعني ردوا هذا الوجه من، ربما سيبوي قال أصلا بهذا في اللغة، جيد، لكن الأرجح عند النحاة أن أسباب الجر ثلاثة أسباب. خلاص، طيب، كل أمر مستقر مثلا، جيد، أحسنت، بارك الله فيك. الكلام فيها يطول لكننا لا نريد أن نستفيض فيها، جيد. طيب، لنعود إلى الأسباب الأخرى. الجر بالحرف وعرفناها، يعني بدأنا في بداية الدورة عندما كنا نتكلم عن تقسيم الكلام، قلنا ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، تكلمنا عن الحرف. فالحروف، حروف الجر تجر ما بعدها، حروف الجر تجر ما بعده. إذن هذا السبب الأول، إذا جاء حرف بعده اسم فالاسم مجرور، جميل، فالاسم ماذا؟ مجرور. وحروف الجر يعني قال ابن مالك أنها 21 حرفا، فقال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب كي واو وتاء والباء والكاف ولعل ومتى، 21 حرفا، جيد. باب حروف الجر وباب حروف المعاني تكلمنا عنه سابقا، من أجمل الأبواب التي أنصحكم بالقراءة فيه، القراءة في باب حروف المعاني ومعاني حروف المعاني وأسرار الكلام وفي القرآن الكريم، جيد. إذا تكلمنا في هذا السبب الأول، الجر بالحرف، والجر بالتبعية تحدثنا منه، تحدثنا فيه وما هي التبعية، ما المقصود بالتبعية، جيد، التوابع التي درسناها، النعت، العطف، التوكيد، البدل. إذا كان المنعوت مجرورا إذا كان المنعوت مجرورا عسرا يكون النعت ماذا؟ مجرورا. كأن أقول مثلا صليت في مسجد كبير، جيد، طيب، سلمت على محمد وعلي، جيد، إذن هذا النعت، العطف، جيد. مثلا سلمت على الطلاب أجمعين، جيد، سلمت على الطلاب أجمعين، كلمة أجمعين توكيد، جيد. أكلت أو مثلا نمت على السرير الأرض، لو قلنا مثلا أنه هذا بدل، جميل. إذن التبعية أيضا سبب من أسباب الجر، إذا كانت الكلمة الأولى مجرورة فإن التي بعدها تكون أيضا مجرورة، تأخذ حكمها في باب التوابع، التوابع، النعت، العطف، التوكيد والبدل، ودرسناها، جيد، قبل ذلك لمن أراد الرجوع إليها. إذن سنتكلم عن الإضافة، الجر بالإضافة، وبها نختم إن شاء الله تعالى. طيب،
لنعلم أن الجر أو الخفض خاص بماذا؟ بالأسماء. خاص بماذا؟ بالأسماء فقط. خاص بالأسماء فقط. جميل؟ طيب. لو قلت شرح الأستاذ واضح، جيد. طيب، باب الحديد نقول مثلا قوي، جيد. باب الحديد قوي، مثلا نقول باب المسجد كبير، باب المسجد كبير. طيب، ننظر لكلمة الأستاذ، كلمة الحديد وكلمة المسجد، جيد. شرح الأستاذ، باب الحديد، باب المسجد، جيد. طيب، لو قلت جملة رابعة وقلت مثلا قلم الطالب جديد، قلم الطالب جديد، نتأمل هذه الكلمات التي تحتها خط: الأستاذ، الحديد، المسجد، والطالب، جيد. ما العلاقة بينها وبين الكلمة السابقة التي قبلها؟ شرح الأستاذ، باب الحديد، باب المسجد، قلم الطالب. ما العلاقة بين هذه الكلمات وما قبلها؟ هذه الكلمات العلاقة بينها علاقة الإضافة، فقد أضفنا هذه الكلمة إلى ما بعدها، جيد. أضفنا هذه الكلمة إلى ماذا؟ إلى ما بعدها، جميل. طيب، لو أردت في هذه الجمل إن أنا يعني أعبر بأسلوب آخر بدلاً من الإضافة، بدلاً من الإضافة، سأقول ماذا؟ سأقول سأقول ماذا؟ عذراً، سأقول شرح للأستاذ، أليس كذلك؟ شرح للأستاذ، جيد؟ طيب، باب الحديد، هل أقول باب للحديد؟ ما رأيكم؟ هل أقول باب للحديد؟ أم باب من الحديد؟ من، أليس كذلك؟ باب من الحديد، ممتاز، باب من الحديد. طيب، باب المسجد، ها، ماذا نقول؟ من أو لي؟ من أو لي؟ لي، ممتاز، أقول باب للمسجد. طيب، قلم الطالب، قلم الطالب، قلم للطالب، جيد؟ قلم للطالب. طيب، ممتاز. إذن نقدر بين المضاف والمضاف إليه إما باللام وإما ماذا؟ وإما بمن، إما باللام، جيد، وإما بمن، تمام. طيب، ويكون لدي معنيان، يكون لدي ماذا؟ معنيان، يكون عندي معنيان. المعنى الأول نقول ماذا؟ الاختصاص أو الملكية، الاختصاص أو الملكية، جيد؟ الاختصاص أو الملكية. فعندما أقول شرح للأستاذ يعني هذا
العلاقة بين كلمتين الاختصاص، شرح الأستاذ العلاقة هنا اختصاص، لو قلنا قلم الطالب العلاقة هنا الملكية. إذن اللام، اللام لو قدرنا اللام جيد تأتي لمعنيان، المعنى الأول الاختصاص والمعنى الثاني الملكية، جيد الاختصاص والملكية. طيب إذن أقدر بين المضاف والمضاف إليه إما اللام وإما من، فأقول شرح للأستاذ باب من الحديد. طب لو قلت خاتم فضة، هل أقول خاتم للفضة أم خاتم من الفضة؟ من، أليس كذلك؟ خاتم من الفضة، جيد؟ إذن العلاقة أيضا بينهما علاقة ماذا؟ علاقة إضافة مقدرة بمن، أو علاقة إضافة مقدرة باللام في مواضع أخرى، جيد؟ هذا يعني ببساطة تعريف المضاف إليه، جيد؟ طيب أحكام المضاف، خلينا نأخذ أحكام الإيه المضاف. عندي مضاف وعندي مضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. عندما أقول قلم الأستاذ، جيد، قلم الأستاذ، جيد. طيب قلم هذا مضاف والأستاذ مضاف إليه، ما هي أحكام هذا المضاف؟ الكلمة الأولى، أولا يعرب، يعرب ماذا؟ هل له إعراب خاص أم يعرب حسب موقعه في الجملة؟ ممتاز أستاذ شيرين، يعرب حسب موقعه في الجملة، يعرب حسب موقعه في الجملة، فقد يكون فاعل، قد يكون اسم مجرور، قد يكون مضاف إليه، قد يكون أقصد قد يكون فاعل مفعول به مبتدأ خبر، جيد، فيعرب حسب موقعه في الجملة. فلو قلنا قلم الأستاذ مثلا واضح، جيد، فقلم هنا مبتدأ، مثلا رأيت قلم الأستاذ، قلم ستكون مفعولا به، أكتب بقلم الأستاذ، الباء هنا القلم هنا ستكون اسم مجرور، جيد، اسم مجرور. طيب ممتاز. اثنان دائما نكرة، طبعا يعني في طبعا النكرة الإضافة المحضة والإضافة غير محضة، يعني مش هندخل برضو في الأمر ده لأن لو دخلنا فيه فيه كلام كثير، لكن المضاف المعروف عنه أنه دائما يكون ماذا؟ نكرة، جيد، أنه يكون نكرة. طيب ثلاثة لا ينون، جيد، لا ينون، لا ينون، ممتاز، يعني لا نستطيع أن نقول قلم الأستاذ، لا نقول قلم الأستاذ، قلم الأستاذ. طيب إذن معنى لا ينون تحتمل أمرين، جيد، يعني لا يوجد حركة، أقصد معذرة، حركة واحدة وحذف حرف. حركة واحدة عارفين، عرفنا إنه حذفنا هنا حركة، جيد. طيب ما معنى حذف حرف؟ ما علاقة حذف حرف بلا ينون؟ ما علاقة حذف حرف بلا ينون؟ طيب
طيب حركة واحدة وحذف حرف هذا مع المثنى وجمع المذكر السالم. جيد؟ حذف حرف يعني مع المثنى مع جمع المذكر السالم. طيب معلم الفصل، سنعود لهذه النقطة يعني رقم ثلاثة، سنعود إليها مرة ثانية الآن. جيد؟ إذا قلنا أحكام المضاف أنه يعرب حسب موقعه في الجملة دائما نكرة، ها لا ينون. جيد؟ لا ينون. طيب ثلاثة يخصص مع النكرة، ها خمسة يعرف مع المعرفة. يعني لو أضفت كلمة نكرة إلى المضاف إليه النكرة، لأنه سنعرف الآن في أحكام المضاف إليه أنه قد يكون نكرة وقد يكون معرفة، قد يكون نكرة وقد يكون معرفة. طيب سأمسح بس كده أنظف السطر. خلاص عرفنا الأحكام، يعرف حسب موقعه في الجملة دائما نكرة لا ينون، يخصص مع النكرة ويعرف مع المعرفة. طيب لو قلت مسلم جيد، طيب مسلم، كلمة مسلم فيها حركتان أليس كذلك؟ الحركة الأولى هذه والحركة الثانية هذه. طيب الحركة الأولى ما هي الحركة الأولى؟ ما وظيفتها وما وظيفة الحركة الثانية؟ وعندما أقول ها مسلم الهندي مثلا صالحون، جيد، يوجد حركة واحدة، ما هي الحركة الباقية وما هي الحركة المحذوفة؟ يعني هنا عندما أضفتها بقيت حركة واحدة. جيد، بقيت حركة واحدة. طبعا من أحكام المضاف أنه نكرة يعني لا يعرف، أيضا لا يعرف طبعا بالألف واللام. جيد، طيب عندي الحركة الأولى حركة ماذا؟ إعراب، والحركة الثانية تنوين. جيد، كلمة مسلم فيها حركتان أليس كذلك؟ الحركة الأولى حركة إعراب والحركة الثانية حركة التنوين. جيد، فيعني لو كانت، لو أصبحت مثلا رأيته مسلما، الحركة الأولى إعراب والثانية تنوين، وحركة التنوين تجانس حركة الإعراب، حركة التنوين تجانسها يعني تأتي مثلها، تأتي مثلها. عندما أقول مثلا ها رأيت، يعني دعونا قرأت في كتاب، قرأت في كتاب، عندي حركتان، الحركة الأولى والحركة الثانية. الحركة الأولى إعراب، طيب لماذا جاءت كسرة؟ لأن الاسم مجرور بالحرف. جميل، طيب الحركة الثانية تنوين، طيب حركة التنوين لماذا جاءت كسرة؟ لأنها تجانس ما قبلها، تجانس حركة إيه؟ الإعراب. جيد، طيب طيب إذا جمعت هذه الكلمة مسلمون وجعلتها مسلمون، جيد، مسلمون. طيب مسلمون الواو ماذا والنون ماذا؟ الواو تقابل الحركة الأولى وهي إعراب، جيد، والنون تقابل الحركة الثانية وهي ماذا؟ تقابل التنوين، ولذلك مع المفرد نحذف الحركة الثانية، ومع المثنى أو الجمع إذا قلت مثلا مسلمان أحذف النون لأنها تقابل إيه؟ التنوين، وتبقى يبقى الحرف هذا لأنه حرف الإعراب. جيد؟ طيب بارك الله فيكم أستاذة بشير. جميل؟ إذن أحذف النون من المضاف في حالة التثنية أو الجمع،
لأن النون هذه تقابل ماذا؟ تقابل حركة الإعراب، تقابل حركة الإعراب في المفرد، فأحذف حركة الإعراب في المفرد، معذرة، النون تقابل حركة التنوين، أحذف حركة التنوين من المفرد وأحذف النون من المثنى أو الجمع. جيد؟ طيب، أرجو أن يكون ذلك واضحا. تمام؟ طيب، عندما أقول ها جاء مسلم الهندي مثلا، يعني جيد، هذه الحركة هي الأولى وهي حركة الإعراب. طيب لو أنني سأجعله منصوبة فأقول رأيت مسلما بالحركة، حركة الإعراب، جيد، فأحذف حركة التنوين وتبقى حركة الإعراب. كذلك في المثنى والجمع فأقول جاء مسلما الهندي، ها جاء مسلم الهندي. جميل؟ طيب، فهنا في كلمة مسلم سأقول فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضم. خلاص؟ طيب، جاء مسلما الهند، ها أقول فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. طب فين التنوين؟ ما هو هنا حصل شيء غريب. ما هو حرق الغريب؟ إنه الأصل أنني أقول مسلمان. طيب يا أيها المعرب، عندما تعرب لابد أن تبين لي أنا أو تبين لمن يختبرك لماذا حذفت النون، لماذا هنا شيء غريب. جيد، فتقول ماذا؟ وحذفت النون للإضافة، زي بالضبط لما بتكون الحركة مقدرة. مثلا رأيت عيسى فتقول عيسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بس في شيء غريب، ما هو؟ الفتحة فين؟ فلابد أن تبين لي أنها مقدرة للتعذر. خلاص؟ إذا هذا من حكم من أحكام المضاف. جيد؟ طيب، التخصيص، لو أنني قلت المضاف والمضاف إليه، المضاف والمضاف إليه. طيب، طيب المضاف لو كان نكرة، هو طبعا لازم يكون نكرة، جميل، والمضاف إليه نكرة، هذا يفيد ماذا؟ التخصيص، يفيد التخصيص. طيب مثال، مثال، هب أنني أقول في جملة هذا قلم. خلاص؟ طيب، كلمة قلم دي، كلمة قلم، جيد، كلمة قلم، هل هي كلمة معرفة أو مخصصة؟ يعني معرفة يعني هي معروفة، أنا أعرفه بذاتي، عندما أسمعها مثلا أقول محمد، كلمة محمد مثلا، خلاص معرف، أعرف أن محمد المقصود. لكن لو قلت هذا قلم، فكلمة قلم هذا لفظ شائع يصدق على أي قلم، يصدق على ماذا؟ يصدق على أي قلم موجود. طيب لو أنني قلت، ننتبه، لو أنني قلت هذا قلم أزرق، هذا قلم إيه؟ أزرق. ما الذي حدث هنا؟ حدث إيه؟ حدث تخصيص، فأنا خصصت القلم بالأزرق فقط، خلاص لم يصبح شائعا تمام الشيوع، لا، الشيوع بقى أصبح محدد، يعني جيد، أصبح يعني ضيق. كمثلا بني إسرائيل لما سألوا موسى عن البقرة، فيعني كلما سألوا كلما أصبحت البقرة مخصصة، إلى أن أصبح الحل عليهم أن يأتوا ببقرة واحدة فقط، فضيقوا ضيق الله عليهم. فهنا أيضا عندما أقول هذا قلم، كلمة قلم كلمة نكرة تصدق على أي قلم في الدنيا، طويل قصير أزرق أبيض كل شيء. جيد؟ طيب، لكن لو أنني قلت هذا قلم أزرق، خلاص أصبح الشيوع محدود، فأصبح القلم محدد في اللون الأزرق. يعني أنني فعلت هكذا، جيد، عندي أحمر وأزرق، لو قلت هذا قلم فالكلام يصدق على الاثنين، لكن لو قلت هذا قلم أزرق خلاص
أصبح محدداً باللون الأزرق، لكن أيضاً لسه في شيوع. جيد، كذلك الإضافة إلى نكرة. عندما أقول هذا قلم طالب، أي طالب، خلاص أي طالب مفتوحة، لكن محددة الشيوع، ليست يعني شائعة خلاص تصدق على أي قلم، لا، هي تصدق على قلم الطلاب فقط، لكن أي طالب لا أعرف. فهذا معنى التخصيص. فالنكرة إذا أضيفت إلى نكرة تفيد ماذا؟ التخصيص، ليست المعرفة. المعرفة عندما الكلام يصدق على شيء واحد معرف واحد، لكن النكرة لفظ شائع يصدق على أي كلمة في هذا الجنس. لو قلت هذا قلم، كلمة قلم لفظ يصدق على أي قلم في الدنيا. طيب لو قلت هذا قلم طالب، أضفت نكرة إلى نكرة فأصبح هنا إيه؟ تخصيص. جميل، أصبح ماذا؟ أصبحت كلمة طالب مخصص. فهمنا معنى التخصيص. طيب فأقول هذا قلم طالب. طيب لكن لو أضفت نكرة إلى معرفة إلا هيحصل التعريف. تأخذ ماذا؟ لو أضفت نكرة إلى معرفة تأخذ حكم التعريف، تأخذ حكم معرفة من حيث درجة التعريف كمان. جيد، من التعريف من حيث الدرجة، لأن المعارف مرتبة، المعارف درجات سنعرفها الآن. فلو أنني قلت هذه الجملة أيضا فأقول ماذا؟ هذا قلم مثلا صفوة. خلاص كلمة قلم دي أصبحت معرفة، هو قلم واحد فقط في هذه الدنيا، لو قلم مين؟ لصفوة. جميل، قلم لصفوة، قلم صفوة. جميل، إذا هنا استفاد المضاف التعريف من المضاف إليه، لأن المضاف إليه ماذا؟ معرفة. جيد، المضاف إليه معرفة. طيب قلنا التعريف على حسب درجة المضاف، حسب درجة المعرفة. فالمعارف درجات، خلاص المعارف درجات، في خلاف من حيث الترتيب، لكن أول المعارف لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، هذا أعرف المعارف. فإذا أضفت أي كلمة إلى لفظ الجلالة فهو أعرف المعارف. عندما أقول كتاب الله، لو أنا قلت كلمة كتاب فقط تصدق على أي كتاب لأن كلمة نكرة. لكن لو أنني قلت كتاب الله، هذا في أعلى درجات التعريف. جيد، ثم بعد ذلك بعد لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى يأتي العلم، ثم الضمير، ثم الإشارة، ثم الموصول، الاسم الموصول يعني. جيد، ثم المعرف بأل. خلاص، إذا لو أنا أضفت كلمة قلم لمعرف اللي هو عالم فهي في أعلى درجات المعرفة بعد أعرف المعارف الله سبحانه وتعالى. فقل هذا العالم اللي هو اسم شخص يعني، فقل قلم محمد، فهذا في أعلى درجات المعرفة. لو مضاف إلى ضمير، هذا قلمي. جيد، هذا في ثاني درجات المعرفة. طيب لو أضيف إلى معرف بالألف واللام فأقول هذا قلم الطالب، هذا في أدنى درجات المعرفة لكنه معرف. في طبعا الأشمون قال إن الضمير مقدم على العلم والعلم يأتي بعد الضمير، ومنهم من قال إن المعرفة أعرف من الموصول والموصول في أدنى درجات المعرفة. المهم إنه اختلفوا بهذه الصورة. جميل، إذن المضاف يأخذ حكم المضاف إليه إذا كان معرفا بحسب درجة التعريف، بحسب درجة التعريف. أرجو أن يكون ذلك واضح. تمام، واضح. هل أمسح؟ خلاص واضح. طيب لو قلت مضاف زائد الياء إلا يحصل،
لو أنني أضفت المضاف إلى الياء، جميل؟ ما الذي سيحدث؟ سيحدث ماذا في المضاف؟ نتكلم لسه في أحكام المضاف. ماذا سيحدث المضاف؟ ها، الحركة إيه؟ مقدرة للمناسبة. جميل؟ فلو أنني قلت هذا قلمي، هذا قلمي، جميل؟ أين المضاف؟ كلمة قلم. أين المضاف إليه؟ الياء. ما أعرب المضاف؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو أنت سكت إعرابك صح بس ناقص. ليه؟ لأنه هنا شيء غريب، شيء على غير المعتاد، وهو أن الضمة مش ظاهرة. جميل؟ طيب اذكر لي سبب تقدير الحركة فتقول خبر، كلمة قلم فقط، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لي المناسبة. يعني مناسبة يعني فيه سبب، ممكن يزول ممكن يبقى. فلو زالت الياء تكون قلم، جيد. لو جاءت الياء مرة ثانية فدي مناسبة، جيد، فتكون ماذا؟ مقدرة للمناسبة. طبعا تكلمنا قبل ذلك عن تقدير الحركات في بدايات الدورة، يعني المحاضرة رقم 4 تقريبا أو 5، جيد. هذا من أحكام المضاف، أرجو أن يكون ذلك واضحا. طيب سريعا أحكام محاضرة 3، قالت الأستاذة ريهام بارك الله فيها تقدير الحركات في المحاضرة 3. طبعا النهاردة احنا في المحاضرة 45 والأخيرة، نرجو من الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل. طيب المضاف إليه أحكامه دائما مجرور، جيد؟ دائما إيه؟ مجرور. مجرور بإيه؟ بالكسرة، صح ولا صح؟ ها، دائما مجرور بالقصد بالكسرة، هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ المضاف إليه دائما مجرور بالكسرة، هذا صحيح أم خطأ؟ مجانب للصواب، يا سلام. طيب هو صح طبعا، اللي يقول خطأ ده يعني اللي يقول إنه خطأ ده يعني سامحك الله، هو صح لكن ناقص، يعني ناقص، ناقص شيء. ما هو؟ دائما مجرور بالكسرة أو ما ينوب عنها. تكلمنا قبل ذلك عن علامات الإيه؟ الجر. جميل؟ علامات الإيه؟ الجر. علامات الجر، ما هي علامات الجر؟ الياء وإيه؟ الياء و علامات الجر ما إيه؟ الكسرة. ممتاز، ممتاز. الكسرة، لا كسرة إيه؟ معذرة، الفتحة، عذرا عذرا، آسف. الأصل الكسرة والنائبة الياء أو الفتحة. كأن أقول مثلا قلم الطالب مثلا أحمر، كلمة الطالب مجرورة بالكسر. طيب لو أنني أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أين المضاف إليه؟ العالمين مضافة بماذا؟ مضافة بالياء لأنها جمع مذكر سالم، خلاص؟ طيب لو أنني قلت رأيت أبواب مساجد مغلقة، جيد، أم مغلقة؟ الأنسب إن احنا نقول مغلقة أم
مغلقة، والله حسب رؤية كل شخص. جيد، إذا كانت أغلقت عنوة فهي مغلقة، وإن كانت أغلقت يعني لضرورة فهي مغلقة. جيد، كما في القرآن قالت إيه؟ قال الله عز وجل وغلقت، قالت، لم يقل وأغلقت، لا، وغلقت يعني أغلقت وتعمدت ذلك. جيد، طيب، رأيت أبواب مساجد مغلقة، طبعا هنا إيه؟ مغلقة الأبواب. طيب، فكلمة مساجد مضاف إليه مجرور وعلامة جره إيه؟ الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. جيد؟ إذن دائما مجرور بالكسرة أو ما ينوب عنها، طبعا وقد تكون الكسرة إيه؟ مقدرة. جيد؟ قد تكون الكسرة مقدرة. جيد؟ أو وقد يكون المضاف إليه مبنيا. جيد؟ فلو أنني أقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم اللهم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. جيد، أين المضاف إليه؟ كلمة الذين، وهي طبعا مبنية فنقول اسم موصول. جيد، مبني على الفتح في محل جر. جيد، مجرور أو في محل جر، يعني ما هي نوع مجرور، يعني مجرور أو في محل جر، خلاص. طيب، يعني مقصود مجرور أو في محل جر. جميل، طيب، اثنان من أحكام المضاف إليه، ها، يكون معرفة أو يكون معرفة أو نكرة، أليس كذلك؟ يكون معرفة أو نكرة. فكما عرفنا أنه ممكن المضاف إليه يأتي معرفة، هذا كتاب الطالب، ممكن يأتي نكرة، هذا كتاب طالب. وقلنا المضاف يأخذ حكمه المضاف إليه من حيث التعريف والتنكير، فإذا كان المضاف إليه نكرة يستفيد المضاف التخصيص. جيد؟ والمخصصة. إذا كان المضاف إليه معرفة يأخذ المضاف حكم المضاف إليه من حيث درجة التعريف. تكلمنا عن درجات المعارف. جميل؟ تكلمنا عن درجات المعارف. طيب، ده كلام باختصار، لأننا لو تكلمنا في باب المضاف إليه يعني سنحتاج إلى محاضرات وليست محاضرة واحدة. جيد، عايز بس بعض الأمثلة من القرآن على المضاف إليه، أمثلة قرآنية على المضاف إليه. أمثلة قرآنية على المضاف إليه. بقرة صفراء، هل صفراء هنا مضاف إليه أم نعت؟ ممتاز، بارك الله فيكم. إنها بقرة صفراء. جيد، وصفراء طبعا هي ممنوعة من الصرف، بداية لم تأتي منونة. مالك يوم الدين، ممتاز، مالك يوم الدين. جيد، يعني ممكن المضاف إليه هو في نفس الوقت مضاف، فعندما أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، جيد، مالك يوم الدين. جيد، فمالك هنا نعت، نعت مجرور. جميل، طيب، ونقول وهو مضاف، يعني ممكن نقول وهو مضاف أو ليس لازما يعني في الإعراب، خلاص. طيب، يومي، ها، مضاف
إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. جيد. والدين مضاف إليه مجرور. جميل. طيب، كلمة مالكي هل هي معرفة أم مخصصة؟ كلمة مالكي معرفة أم مخصصة؟ هي طبعا باعتبار المعنى هي معرفة، لأنها نعت لله سبحانه وتعالى أعرف المعارف، لكن أنا أتكلم نحويا. مخصصة. ليه مخصصة؟ ليه مخصصة؟ طيب خلينا ناخذ ما بعدها، خلينا ناخذ ما بعدها، لا مش نكره ونكره، لانه كلمه يوم استفادت الايه؟ التعريف من الدين، فاصبحت حكما معرفا، فاضفنا مالك الى كلمه يوم وهي اصلا معرفه لانها اضيفت الى معرفه. جميل. هذا والله اعلم. وقالت طائفه من اهل الكتاب، اهل الكتاب، ممتاز. فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار هذا مضاف، رحمة مضاف إليه وهو مضاف، والله لفظ الجلالة مجرور. طيب كيف يحيي الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ موتها. نعم ممتاز. الشرح، الشرح لأنه قلنا حضرتك كلمة الدين دي معرفة، خلاص أضفنا إليها كلمة يوم، صح كده؟ فكلمة يوم معرفة أم نكرة؟ كلمة يوم حكما هي معرفة أم نكرة؟ معرفة، لأنها أضيفت إلى معرفة، أليس كذلك؟ جميل. إذا أنا أضفت كلمة مالك إلى معرفة أو إلى نكرة؟ في الحكم ليس في اللفظ، في اللفظ هي نكرة لكن في الحكم معرفة، إذا أيضا استفادت التعريف. الله أعلم. ممتاز. لكن مثلا أنا قلت مالك يوم عظيم، مالك يوم عظيم، فيوم هنا ليست معرفة شيء لأنها وصفت بنكرة أصلا، خلاص فمخصصة، ستكون هنا مخصصة. فليعبدوا رب هذا البيت، رب هنا مفعول به منصوب، وهذا اسم موصول في محل جر مضاف إليه، والبيت بدل بيت. طيب يعني هذا باختصار انتهينا من باب النعت، وبهذا نكون قد انتهينا من شرح الأجرومية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل، يعني كنت أود أو أرجو أن تكون الظروف مهيئة ويعني أحتفل بهذا الإنجاز العظيم، لكن يعني الحمد لله نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل، اللهم أمين. نصائح كده سريعة للاستفادة بدورة الوداد. الدورة الحمد لله كلها موجودة على اليوتيوب. جيد. باب المخفوضات، انتهينا من باب المخفوضات. بارك الله فيكم. للاستفادة القصوى من هذه الدورة هي موجودة على اليوتيوب كلها، موجودة محاضرات مكتوبة وموجودة كفيديو، وكذلك الاختبارات إن شاء الله ستكون كاملة بإذن الله. امبارح نشرنا فيديو عن نظام الدورة موجود على اليوتيوب، اكتبوا بس دورة الوداد في النحو ستجدونها إن شاء الله على جوجل وعلى اليوتيوب وعلى اليوتيوب وعلى كل شيء. في المجموعة سنضع يعني في المجموعة، وضعنا أمس رابط، والنهاردة إن شاء الله نضع رابط بإذن الله لكم على الفيسبوك وعلى صفحات الشخصية صفوة بدوي وعلى التليجرام وعلى الواتساب وفي كل مكان. جيد. بإذن الله موجودة حتى الآن 45 محاضرة، إن شاء الله نحضر المحاضرات نسمعها على اليوتيوب، ممكن نخصص ساعة واحدة في اليوم أو ممكن محاضرتين في الأسبوع، لأن إحنا عاملين دفعة تانية، دفعة تانية بتسمع المحاضرات اللي هي مسجلة يوم الأحد ويوم الأربعاء الساعة 5 بتوقيت القاهرة مساء يعني. نحاول إن إحنا إن شاء الله نسمع هذه المحاضرة، هذه يعني رجاء شخصي مني، هذه الدورة فعلتها رجاء الثواب لحماتي، يعني هي في مقام أمي رحم الله عز وجل. فأرجو منكم نشر هذه الدورة على أوسع نطاق إن رأيتم فيها فائدة. بلا شك سيكون هناك بعض السهو والخطأ والنسيان، والله عز وجل يتجاوز عن الخطأ والنسيان، لأننا لم نتعمد أن نخطئ،
حاولنا قدر الاستطاعة أن يعني أن نفيدكم وأن تكون الإصابات أكثر من الأخطاء. طبعا الإصابات أقصد الكلام الصائب يعني. نسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتها. شاركوا هذه الدورة وانتفعوا بها، وإن شاء الله باقية بإذن الله إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال الدنيا إن شاء الله، فهي إن شاء الله موجودة إن شاء الله وباقية. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يبارك فيكم. اللهم أمين. يعني الحمد لله بدأنا هذه الدورة في يناير 2019، يعني حتى الآن تقريبا شهر سنة وثلاثة أشهر. الحمد لله الذي وفقنا، الذي وفقنا لهذا العمل من باب رد بعض الجميل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يجعله في ميزان حسناتها وأن يتقبله منا جميعا. أمين أمين أمين. سنواصل إن شاء الله هذه الأعمال الطيبة، سنواصل دراسة النحو في المستويات التالية إن شاء الله، سنواصل. جزاكم الله خيرا يا أم هاجر، بارك الله فيكم. سنواصل إن شاء الله دراسة الصرف والبلاغة وعلوم العربية خدمة لها، وإن شاء الله نعرب القرآن الكريم إن شاء الله إن بقي لنا عمر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن ينفع بنا وبكم، ولا أريد أن أطيل عليكم. يعني تابعونا إن شاء الله على الفيسبوك وإن شاء الله تستفيدون بإذن الله تعالى. الساعة 9:30 فيه لقاء للمعلمين إن شاء الله على اليوتيوب، إن شاء الله سيفيدكم بإذن الله، يعني بعد 20 دقيقة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ورضي الله عنا وعنكم أجمعين. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. يعني تكاد عيني أن تبكي في هذه اللحظة التي بها نختم هذه الدورة. أسأل الله عز وجل مالك يوم الدين أن يختم لنا، سبحان الله، يعني هذا آخر ما كتبناه في هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. آمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.